شراكم ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم جبت لكم وصفه استعملت فيها القرنون لاول مره. الوصفه هذه تقدروا تقولوا على طريقتي. فوالا، طاجين قرنون بلا فيوند هاشي دي بولات فارسي بالفرماج. فوالا، هذه هي. إذا حبيتوا الوصفة والطريقة أروحوا معايا نوري لكم كل شيء. المكونات اللي نحتاجوهم للطاجين تاعنا هي: أول شيء خديت 400 غرام تاع لابيونداشي، خديت دي موسو تاع البولي، فوالا، خديت قرنون على حساب الكمية اللي راح ديرو، وتقدروا تستعملوا نفس الكمية اللي استعملتها أنايا عليكم وعلى الكرايات، يا تكون كبيرة يا تكون صغيرة. حبة تاع بصل ملحية، نسحق السمن، نسحق الحميصة، معدنوس، فرماج بيان سيغ بورسيون، نسحقو لافارين، بالنسبة لي زيبيس نسحقو ملح، فلفل أبيض، الكركم وشوية قرفة، وبيان سيغ الماء للتمرق. هادو هما كاع المكونات. اروحوا معايا نوريكم الطريقه. فوالا البنات، اول شيء ناخذ اون كوكوت ولا لوطو كويسور باش طيابنا يكون سريع، ولا تقدروا تدو طنجره. فوالا، تحطوا بيان سور البولي تاعكم هكذا في الدهان اللي كنتو حطيتوه من قبل ولا هو السمن. فوالا، فوالا البنات، بعد ما تقلى الدجاج تاعنا شوية نحطو البصل، نحط كمية قليلة نتاع الحميصة تاعي، تقدرو تاني تعوضوها بالجبانة. فوالا، لأنو شوفوا واش عندي لي زيبيس تاعنا، نخلطهم بهاد الطريقة كيما هاكا، ونحطهم لعيبة هكدا، نزيد نحط القرنون ديالي، لأنو منحتاجوش نقلو بزاف، خلوهم يطيبو لأنو راح يكمل طياب تاعو كاع في الفرن. يعني القرنون تاعنا لازم يطيب في لاصوص. فوالا البنات، بعد ما حطينا القرنون تاعنا خليناهم دقيقتين هكذا تقلاو، ومن بعد نمرقوهم هكذا. فوالا هكذا نغلق عليهم مدة في لوطو كويسور ولا في لاكوكوت مدة 10 دقائق، لو طون يطيب القرنون تاعنا، وبيان سيغ نص طياب تاع الدجاج لأنه راح يكمل طياب تاعو في الفرن. فوالا البنات، أنا وليت ليكم، تقدروا تضيفوا كوب تاع كنور ماجي تاع الدجاج، يعطي بنة ولا أروع في هاد البلاط تاعنا اللي راح نديروه اليوم. فوالا البنات، بعد 15 دقيقة ولا فتحت لاكوكوت تاعي، نحي البولي تاعي هكذا هاد القطع، ونحطهم في الطاجين تاعنا اللي نكونو شعلنا الفرن، نحطوهم الداخل باش يتحمروا. فوالا هكذا، فوالا
شوفوا نحطوا البولي تاعنا هكذا ونحطوهم يتحمروا في الفرن، تقدروا تشعلوا لهم من الفوق واذا حبيتوا من فوق لتحت كيف كيف. وزيدوا تانيك تاني شيء نحي القانون تاعي فوالا، ونخليه يبرد شويه واللاصوص نحتفظ فيها ومن بعد نوري لكم. لازم فريمون يطيب لكم القرنون صافي، شو يطيبوا لكم مليح. شوفوا كيفاش لازم يتفتت وحده، با ماشي يتفتت يتعجن وحده. على الحميصة نحوها ولا مام لاصوص نحوها ونخلوه يبرد شويه ونرجع لكم بعدين. فوالا البنات، بعد ما نحينا البولي تاعنا وحطيناه في الطاجين، هاي لاصوص تاعنا انا برك حطيتها هنبر هكذا، نحطوا لاصوص هكذا من فوق ونحطوها في الفرن باش يتحمر. فوالا البنات، اذا ما عندكمش طاجين تقدروا تستعملوا ان بلاطو ينحط في الفوق، يعني انت تستعملوا اي بلاطو اللي يتحط في الفوق. فوالا فوالا البنات، بالنسبه للبولات تاعنا ناخذوا فيوندا شي هكذا، هذاك القرنون اللي طيبناه نحطه لداخل بهالطريقه، ناخذوا ملح نديروا فلفل اسود، انت هاد لي زيت يزبط لي ديرو ملح وفلفل هكذا فوالا. ابخي نعجنهم بهالطريقه، دخلوهم مليح في بعض هكذا. فوالا البنات، زيدو نضيفو المعدنوس هكذا ونزيدو نديرو نفس الطريقة هكا. كنتحصلو يدخلو في الميكسيون مليح مع بعض البنات. شوفوا بعد ما خلطنا لا بيونداشي مع القرنون تاعنا والمعدنوس ملح فلفل كحل، شوفوا دوكا ناخذوا بهالطريقه، وانتو تقدروا ديروا دي بول صغار دي بول كبار كيما تحبوا. تاخذوا الفرماج بيان سور بهالطريقه وتحطوا الفرماج بالنص، شوفوا العجين تاعنا كيفاش يكون شاد روحه، يعني انت تقدروا ديروه اصغر وتقدروا ديروهم صغار، تقدروا ديروهم كبار، تقدروا ديروهم اوفال هكذا، يعني انتو كيفاش تحبوه الشكل. انا نفضل نديرهم كريات هكذا بهذا الشكل. نزيد ندير معكم واحده ونكملهم بعدين ونرجع لكم هكذا في الوسط. تحطوا الفرماج تاعكم من الداخل وتغلقوهم مليح هكذا، فوالا شوفوا الشكل تاعهم شحال نكملهم كاع ونرجع لكم. فوالا البنات، هام لي بول تاعنا صاروا جاهزين، نحطهم واحد 15 مينوت ولا في الفريجيدير ومن بعد جو معايا باش نقلوهم. فوالا البنات، ناخذوا مقله نحطوا فيها الزيت وناخذوا لي بول تاعنا اللي درناهم كيما قلت لكم، تخلوهم في الفريجيدير رملوهم في لافارين هكذا بهالطريقه فوالا، تحطوهم في لافارين هكذا. شوفوا نكملهم كاع ونكونوا شعلنا المقلاة ونرجع لكم. سخن الزيت تاعنا
نحطوا لي بول تاعنا. شوفوا كيفاش درتهم بلا فارين، ابخي تحطوهم فوالا البنات. بعد ما سخن الزيت تاعنا نحطوا لي بول تاعنا هكذا، بعد ما رمناه في لافارين فوالا البنات، هاوليك الدجاج تاعنا كيكون يتحمر في الفوق، يعني تاع لاصوص تاعنا. ارواحوا معايا شوفوا كيفاش راح نكمل الطريقه. البنات عاملين بولات تاعنا بعد ما نحيتهم، قليتهم ونحيتهم. هذه هي لاصوص تاعنا، واستعملت بلاطو واحد اخر اذا تحبوا تستعملوا هكذا. ارواح نكملوا كيف كيف الطريقه. فوالا البنات تبعوني واش راح ندير. شوفوا بهالطريقه هكذا، نحي دو موسو هكذا تاع البولي، توجور ندير هكذا تاع لاصوص. واش نديرو بعدين؟ نحكم لي بولات ونحطهم هكذا. تقدروا تديروا ثلاث قطع تاع الدجاج، يعني انا عندي صينيتين. تقدروا ديروا فوالا هكا، انو الدجاج تاعنا تحمر مليح. نحطوه كديكور هكذا من الفوق، نكمل نحط لي بولات تاعنا هكذا بهالطريقة. ها نزيدو، شوفوا واش راح ندير دوكا. لحميصة اللي كانت عندي هكذا اللي قلتلكم عليها هاك، تحطوها من الفوق وتزيدوا ترجعوهم للفرن هكذا. تخلوا الفرن تاعكم مشغول. واش نديرو دوكا؟ نحكم شويه فرماج موتزاريلا هكذا من الفوق باش لاصوص تاعكم تشد روحها مليح وتجي شغل كو فرماج هكذا. شويه معدنوس نخلي من الاخر هكذا، نغلق عليهم ونرجعوه للفرن. نفس الشيء نساوي في البلاطو هذا تاعنا، يعني كي يكون عندكم ام بلاطو هكذا نزيد نكمل لي بولات اللي قعدوا فيه. هات دوكا هكذا نحي الطاجين تاعنا. فوالا البنات هاو البلاط تاعنا، كي تحبوا ديروه في بلاطو ما تستعملوش الطاجين. هذه هي هكذا يكون لاله محمر. فوالا البنات هذا هو البلاط تاعنا اللي درتو في ام بلاطو، وهذا هو الطاجين تاعنا. اروحوا معايا نوريكم طريقه التقديم. فوالا البنات هذا هو الطاجين تاعنا، تتمع بيان سيغ اون سالاد. فوالا هاوليك، اروحوا معايا نتذوقوه. انا عاود وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها الطاجين تاعنا، اروحوا معايا نذوقوه. فوالا شوفوا فوالا انت ما بتقولي ما شاء الله، ولاصوص تاعنا. الوغ اذا عجبتكم الوصفة والطريقة اعملوا لي جيم وشاركوني في قناتي. مع فازو دايما جديد.